يقولون لولا العشائرية لما وجدت من يحميك. قد تحل العشيرة محل القانون إن اضطر الأمر لذلك. تشتهر مناطق شمال شرق سوريا بتنوع قبلي وعشائري، كردا وعربا. يجتمع هنا في قرية دلافيكرا أبناء عشيرة هسنة التي تتوزع في مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، وذلك للإعلان عن مجلس يضم لجان استشارية ومالية تسعى للتماسك بين أفراد العشيرة بين بعضهم البعض. سرچاوا اجان صفدان کو چیکسی کو پیر هاتی راغ هاندن خیر سلامت هاتی ایرو ام ویدی جویان گنده دلاوی کرا ام وک هوزا حسنا جوینک وک کنگرک ما دارخست والحمد لله کنگرک کی سرکفتی بو و ام بگوتیم پیروز باید نخواه و حمو هوزا حسنا هر چهار پارچه کردستان الحمو داری و ام وکا لیوگرک مشخور دانی مجلسک الویده پس ما توافقی چه کرد و ام گله کس پاسی آوا پس ما می دلگرم جوا گونده حمو یک بی یک زحمتی کشان دن هاتن وی کنگری حاضر بون و حمو جه ریزین و احترامنا و ام سپاسیا پس ما می ما یه گند یه دلایل کرا کو می وانداریا وی کنگری کریب ارکه خوی مروفاتی ارکه خوی عشیرتی رابوین بلا کلام که بیشتری و ایمن حتی ویدی ساعت و تند خوش ام گله که خیرات نبود تو ما بعدگن امیرو الفید جوینا هوزامیا حسنا هرما گرگیلگی و آلیا و حتا تلکوجر و تربسپیه و حتا بنده روباریا وادا هدفا مجی اف بلاطه ما بسمامه ما حمول اف کوم ببن شخورا وقا لجنه که مجلسه که چیگن دقن اداره و بسمامه خواب بگن مسئله اجتماعی داد مسئله انسانی داد مسئله صحی داد چون مسئله دنیا هبن دوی منطقه داد مشکلک چی بو حالت اقدر کرد، تعداد کرد کردن، حادثه چی بود، کاری چی بود، ام حمو کاربن، علی کاربن هفدورا و ام خزبدش هفدورا بکن، ول دوجه عالمی دیجی و جم خلقی عشائرا و جم و قبائلا و جم حتی دولتی دمی پیش جم اداره جم هر تشتی دقن بیجن ولا هوزا حسنا منطقه عالیا، اف هوزا هنی ایرو واجه که وهای دو منطقه دل جنا که وهای مجلس کی وهای جنا خو شکلان دیا منافع خدایینا و حمو جی توافق سر چی بود تکس نهات اقصا کردن هر یکی ناوی خو هلدا او ناو ما سبتان دی و به فخر خو جدایی بس ما منی مهنا از یک شوا از یک شوا از اولی بحثا خاکم از کی ما تشتکی بیروزا ام تکارن بی ما دریش که سروانا از دیزا چابی و ماش تکن مؤتمر الفرعي لهريمة قركي لقي وما حولها. خلال هذا المؤتمر تم تشكيل المجلس يضم عدة اللجان، لجنة استشارية ولجنة مالية. مهمة هذه اللجان تقوم بإصلاح وتسيير الأمور أبناء القبيلة، ونتمنى من جميع القبائل الكردية أو العربية تشكيل مثل هذه المجالس لأجل المصلحة العامة، مصلحة المجتمع، ومن أجل التعايش السلمي بين أبناء القبائل. ونوافقن اللي كسن بونا سببكو عم غلف كوم كرن دفي مرباطي دفي عشيري دا عم سباسيا وادك نعولي بنابي هوزا هسنا يا قامشلو ام في اخافتني في سركفتني جي هسني مي علي عليا علي رميلان ام بيجن ام هيفي دكن كو تشتيكو هاتي غوتن بيكوري ام راستيا هسنا وحقيقتها هسنا بدنا خويا كرن دما وقتكم بهسنا عشيره كهري مظن ام كارن بدنا خويا كرن كو او عشير عشيره هسنا يا ما ايرو ام بين بارن ام بازن نوكن ام بارن هكتنا كيتشي جميعا بس ما مي خوتكن سيري ده بس ما مي خويا قامشو كو بري ما حموشكا افجل ساخو غيفا بري برن وبروكي سبي خلاص كرن
ودوبر أم سباسيا بسمامي خوا يكو دلالي كرا حاضر بون أواجي جلسة خوا بريو سبيتاري بريو برن وأم تمنايتكم جماعتي مي ديركيجي ويس شغلة خوا سربستي وريبري تازا خلاص بكن وم سباسيا وحموش كاتكن ورحمل دي باوي وشفيقي حسيني فرحوش دلالي كرا نقول دشتها هسنا ودير كحمكو أو جي قدر خصن أم سهرم تشيبون شهر سهرم أب مجالسي لغرونن أمي بكن قو أب هر سهرم لغرونن جوا هر سيكا أم سباسيا قناتا بدن كن قو إيرو حاضر بول كونغري مال قندي دلاوي كرا أم اعتبار كن قندي دلاوي كرا قندي كي هسنا الوي دبري إيرو أم مجمارة كا باش رونشتن بحدودة دستال سيطس قسي ميبان مجهري ما قامش لو هاتبون جدشتا هاسنا هاتبون جدير كا حمكو هاتبون الحمد لله كونغري ما كونغري كي ناجح بو ما هل بجارتنا كرو حمو ملطي ما موافق بسر ما بيس كس شخدر خستن جنافي ملطي جوا هر بيستا وي قسمة كي نها هر بيستي رونن خلال ده دقاوي رونن وي چند كسا على صندوقة فيهري ميرا درخن صندوق کی چیکن به پره حاضری کی جرکن او 12 13 کس دی مینن و لجنه صلحی بن و لجنه استشاری بن تبدا و ام قالک اسپاسیا و تبدا تكون ساعتا و خوش لازم حمو بیس ملتزم و کی جو اجبرون له هذا و موافق صجا يصير خير به ساعتا و تبدا